ما بين المقاولون العرب ونادي سموحة. هنستعد من أجل صافرة البداية على يسار الشاشة أصحاب الأرض ذئاب الجبل نادي المقاولون. الأسبوع الثاني دي كانت أول مباراة لي في الدوري على طلائع الجيش، لكن نبص الكرة من محمد سمير، يلف الكرة سمير ولكنها سهلة بين أحضان، والكرة القصيرة حلوة من حسن الشامي في اليمين عند عفيفي، عرضية وهنا تسديدة من محمد سمير اللي بيمسك الكرة، يضغط عليها كويس مروان، يعديها حلوة عند الوادي لمروان، مروان يسدد في الزاوية الضيقة، أمير يلعب رمية التماس العالية جوه المنطقة ولكن يطلعها الدفاع، يكمل عليها كناريا لتسديدة حلوة 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 من عبد الرحمن جبنة، بتمر اللي يلف عرضية حلوة جوه المنطقة، وصلت لعبد الرحمن جبنة اللي بيحاول، ردت لمجلي علي واحدة جوه المنطقة حلوة لأحمد علي، والمرة دي الهاني لأحمد علي مرة ثانية ولكنها في الشبكة وإلى راية مرفوعة تسلل صافرة انتهاء شوط اللقاء الأول. سيداتي أنساتي ساداتي أعزائي، في أحمد علي وعبد الرحمن جبنة وأمادو نياس، أما نادي سموحة فياد الفتاح عدل على يمينه، وسع لنفسه كويس لمصطفى الخواجة، ولكن هنا التاكلينج من مجلي، يضغط مجلي لكن ياخدها المرة دي وتسديدة يا سلام جانب الأيسر، عفيفي يراوغ كده عبد الكبير الوادي ويرجع لمنطقة الدفاع لمحمد سمير لعفيفي، اتقطعت المرة دي عبد الكبير الوادي لمروان مع الكورة، مروان لو عدى من عزة تعمل خطورة، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، والله يا محمد يا سمير، الله يا محمد يا سمير، ولمسة في أقصى الطرف الأيسر، مروان حمدي يوسع لنفسه، مروان يسدد لكن هايل باسم علي اللي قفلها عليه كويس، رجعت لمروان حمدي يلعب العرضية ومحاولة عند صديق، كرة ما بينه وما بين أمير عابد، ضغط مرة تانية، سموحة مع الكورة، مصطفى الخواجة مع الكورة، مصطفى الخواجة يا ولد يا ولد، هرب هرب مصطفى الخواجة، عرضية ولكن أحمد عربي، كناريا مع الكورة، كناريا لعبد الكبير، يا ولد يا ولد يا ولد، جوه المنطقة جوه المنطقة، كناريا ومحاولة عرضية ولكن من قدامه بخبرة كبيرة، كناريا يسلم الكورة، كناريا من أقصى الطرف اليمين، محاولة عند مصطفى الخواجة، مصطفى الخواجة وأمير عابد، مصطفى راح بيه على الطرف اليمين، عدى خدمته لعب العرضية ولكن المرة دي بقى دفاع المقاولين العرب، هنا تسديدة ولكنها عالية بعيدة لخارج الملعب ولا ايه؟ فعلا للمقاولين عند امير عابد، وسع لنفسه امير، امير مع الكره، امير عابد، امير يرجع الكره مره ثانيه عند عبد الرحمن جبنه، خطيره للمقاولين، خطيره للمقاولين، وهنا عرضيه لكنها بعيده عن امادو نياس، استلمها حلوه قوي باسم، حطها لامادو لباسم، باسم باسم ولكن من قدامه بقى الوقت الاصلي والوقت المحتسب بدل من الضائع، ومحمد سمير يسدد والهاني سليمان يتصدى لها، وما تجيش عند كريم مصطفى لابو بكر الهداي ومعها صافره النهاية.
كرة من نصيب أحمد محسن في الجال اليسرى، كرة تتلعب إلى باسم ومحاولة تقدم واختراق وحميد ماو. كرة مرسلة في الجانب الأيسر، عرضية من إيهاب سمير، كرة خطيرة لكن أحمد محسن بالتغطية الدفاع. التحضير عن طريق قلب الدفاع الآخر، خالد صبحي تقدم لعب كرة إلى شادي، محاولة روعة في المحلة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، تلمس وتصطدم وتصل إلى كوكو يتصدى على مرتين، تهيأت أمام كوكو ومن مش محمد يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء، بلال الصيداني ومحاولة هدف عن طريق وسيراميكا كليوباترا سجل 11 هدف عن طريق أيضا خمس لاعبين سيف تاكا اسيو. كرة ثابتة ملعوبة داخل منطقة الجزاء للنادري، ارتدت حمد إبراهيم عكس اتجاه اللعب، حلوة كونتر اتاك لجمات المرتدة لسيف في الجانب الأيمن، سيف يلعب إلى شادي، محاولة ولكن إلى خارج الملعب من أحمد قدم. خالد صبحي عمل بلوك وتصدي أرضي ممتاز، ترجع لإيهاب سمير جانب الأيسر، كرة عالية عرضية لكن يخرج كوكو. وبالفعل محمد عادل الحكم الدولي يطلق صفارة الختام لهذا الشوط الأول ما بين الفريقين في الجولة الستة بدون أهداف في الإسماعيلية، ثم تعدي سيستضيف الاتحاد السكندري. نتابع باسم مرسي وبضربة راسية لسه ما زالت معلقة داخل منطقة الجزاء، تاني من باسم لكن عمرو شعبان مكون من خمس لاعبين، محمد إبراهيم، محمد يتقدم يلعبها ولكن لوحده عبده يحيى وسط خمسة من المدافعين، تصويبة أرضية عن طريق الموسم الماضي سجل مع الفريق هدفين محمود نبيل، ومن سلاح التصويب باسم، الكرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، تسقط على أرض ملعب، مطالبات من خارج الملعب لحكم اللقاء، شادي يستلم، أوبا محمد إبراهيم، انتشار لسيراميكا كليوباترا يقتربون من هز الشباك بكرة عرضية، شادي يستلم مش ممكن لسه مستمرة، ممكن التسديدة، محمد يراوغ يلعبها إلى أحمد محسن، التصويبة اصطدمت وفي الشباك. إنبي وطلع الجيش والإسماعيلي، مصطفى ميسي فرصة مواتية لهدف أول يا دابو، دابو رجعت الكرة لمحمد إبراهيم وإبراهيم يسدد واصطدمت وراحت بعد حصول الفريق على خطأ، كرة مواجهة لمرمى كوكو من على مسافة 21 متر تقريبا، أشرف سيد يصوب كرة عالية ملعوبة ولكن عمرو شعبان يمسك ويبدأ وفي الأمام إلى باولين فوافي، وفي هذه الأثناء يطلق حكم اللقاء الحكم محمد عادل صفارة الختام. على الجانب الآخر حسام حسن النهاردة بأن الصورة تتغير ونشوف لقاء جميل، كرة عند مروان تقدم وبيعمل تمريرة بينية حلوة ما بين اللاعبين، ودي تقدم وانطلاق لإنبي، كرة مرة تانية لمروان، عرضية عرضية حلوة وجول جول 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 جول، هدف أول وجملة جميلة جدا جدا. فارق آخر 30 متر، أدي على طول مروان لكن كريم دخل وعدى وفات، العرضية العرضية ودي التسديدة مش ممكن، بترتد مرة تانية يا ولد يا ولد يا ولد. مروان كرة للأمام عند شلبي مضغوط عليه، عدى وفات، بقول لحضراتكم لعيب خطير، وادي عامل دويتو مع مروان، وادي مروان عاملين دويتو سيد، واستقبل ثلاث اهداف في الثلاث لقاءات. جون ابوكا مزعج خطير، خدها وفات وعدى وسدد كرة مش ممكن، زحمة عشان كده بتتقطع منه الكرة، ادي شلبي والمساحات لكن في صفارة، في صفارة من وليد عبد الرازق بالفعل صفتنج. هنظبط الساعات ابيض، ادي كورة مفضي نفسه بشكل جيد، ميسي دخل للقلب وعايز يسدد وتسديدة لكن يبعدها يبعدها على طول البلا 30 متر، مابولولو مرة تانية، ميسي عدى وفات، مابولولو ياخد المهمة وعايز يعدي
وعايز يفوت، وادي تسديده حلوه يا ولد، لكن ابعاد من جديد. ادي ميسي مره ثانيه والتسديد، لكن الكوره بترتد لصبر رحيل لمابولولو، بيسدد يا ولد يا ولد يا ولد، لكن بيطير بيطير والفرق الكبرى لما يبقى عندها الاسكواد قوي والبديل زي الاساسي. ادي كره مره تانيه خطيره خطيره جدا جدا بالكربون، بالكربون شوتنج، بيستلم ويدخل لقلب الملعب لكن مستعجل. غابه من لاعبي انبي في كل مكان، رقابه. ادي كوره مره تانيه لكن بترجع من خالد رضا، عايز يرجعها في مكان صعب وكيف ممكن مساحات، عدى وفات، لكن مره تانيه مابولولو عايز يسدد، لكن المره دي المره دي قاعد نبيل مانجا. الكره المره دي متسقطه حلو، استلام من الغندور يربط مع بواتينج، ولكن نفس الفكره هي اختفى شلبي، اختفى داوود. ادي كوره بينيه حلوه وتحرك من ميسي، ممكن يعدي، عدى يا ولد وبيقطم بشكل جيد، لكن طالت مره تانيه. ودت يا راجل يا راجل، ده احنا لسه متكلمين. امبي مره تانيه، كوره عرضيه حلوه المره دي، ولكن فين الراسيه؟ لسه دايما على طول بقول ايه، لكن استلام المره دي اطول من اللازم، يضغط جون ايبوكا ويغلط مروان، تقدم دخل جون ايبوكا، ويا ولد يا ولد يا ولد، بقول لحضراتكم فقد نادي الاتحاد مابولولو في منطقة ال 18. ادي كورة مرة تانية للغندور، وادي كورة حلوة وممكن جول، ومش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن المرة. ادي خالد يلمس، وادي تسديدة للسومبوريه، ولكن بترجع مرة تانية. ادي عبد الله بيحطها مرة تانية عند مابولولو، بيدخل للقلب مابولولو، بيحاول يحل فردي، لكن واحد وسط أربعة صعب جدا جدا، والهجمة المرتدة في منتهى الخطورة. ادي جون ايبوكا، لكن اعتقد هل فيها راية؟ ادي دينوبيتر، دينوبيتر عايز يعدي، لكن احمد يحيى اعتقد فيها تسلل من وصلنا للدقيقة الستة، والبلعوطي بيلعب كورة، وبالفعل مشاهدينا في هذه تعادل ايجابي 1-1، هجمة لصالح النادي الاهلي. حسين الشحات لمسة الامام، انطلاق عن طريقة سريعة بقدم كريم فؤاد، اوف على كرة اللاعب كريم فؤاد، الهجمة لكريم رجعها ورا على طول ناحية اللاعب المالي اليو ديانج، تصل لحمدي فتحي، والعرضية الخطيرة والراسية حلوة والصدى ممتازة، ضربة الراس اليو ديانج، عرضية برا ممتازة، محمد شريف والتصويبة، ولكن تعدي يدوب بجوار القوة باك يمين او كمان باك شمال، عرضية ساحرة منتهى الخطورة، الشحات واللمسة والرؤية والتصويبة لسه حسين الشحات، ولمسة مرة ثانية لافشة على الشمال روعة، العرضية الجميلة تعدي، يا الله يا الله يا الله، هجمة خطيرة، محسن ليلة تترد مرة ثانية، ترجع على الشمال مرة ثانية، الكرة الطولية خطيرة خطيرة، التصويب والهدف مش ممكن، يه 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 حسين الشحات، واستنى مرة ثانية ميكي سوني، وتصويب والهدف، جول الهدف الأول على طول، والخمس لقاءات كلهم تعادل سلبي أمام سيراميكا والاتحاد السكندري وإيسترن كامبري وإنبي وطلع الجيش، ميكيسوني والعرضية والهدف، جول الهدف التاني، وعملها تاني وسجل الهدف التاني، مرة بهدف واحد مقابل لا شيء في 2015، والمرة التانية بثلاث أهداف مقابل هدفين في 2017، تصويبة حلوة، يا الله يا الله يا الله يا الله، هنا ممتازة منتهى الخطورة، حسين الشحات، الشحات عاوز يعدي، ولكن الدفاع ممتاز، تصل ميكيسوني ساندا، محمد مجدي قفشة على اليمين، كريم فؤاد لسه الهجمة، محاولة من كريم، عاوز يعدي كريم، انطلاقا مهارة فردية، كريم بعرضية لبره قوية، هوبا التصويب والصد حلوة، هوبا تصويبة ثانية، ولكن فين في نص اللاعب الفواري، قطعوها لعيبة النادي الأهلي ميكيسوني، محمد مجدي قفشة، والبصمة هنا خطيرة جدا والهدف، الله 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 الله، جول جول مزيكا، كريم فؤاد، كريم لاليو ديانج، تعدي خطيرة، دفاع احمد منعم طلع كورته، ولكن الحكم لصفر من الشوط الاول، وتقدم النادي الاهلي، قصبي يحتل
مركز 15 هجمة صندة خطيرة تصويب والهدف الصدى يه 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 مش ممكن من علي غزال جابوها لعب الاهلي خطير محمد شريف تعد من قدامه احمد منعم ورا على طول ناحية محمد مجدي خطيرة جدا ولكن حظك حلو يا محمد يا مجدي محمد مجدي افشب كرة عالية خطيرة راسية تعدى ولكن فوق العرض مش ممكن لعبة القطورة حسام حسن حسام على اليمين حلوة الرؤية والتحرك عرضية جميلة والهدف مش ممكن يهي محمود وحيد على طول محاولة هجومية الساندا والتصويب والهدف جول الرباعية بقدم اللاعب الشاب زياد طارق انطلاق الامام تصل حسام عاوز يعدو حسام عرض البره اللمس على طول وتعدي ولكن بره الملعب للمرة الثانية عمرو الصلية من حالي لمسة ورا محمود وحيد والان حكمنا بصفر بنهاية المباراة والفوز الكبير والاداء الكبير نادي مصر المقاصة بدأ الشوط الاول على بركة الله نبدأ احداث المباراة المصري هيكون على الشمال بالزي الاسود والله سابها لحجاج عويس فاول حجاج عويس كرة عالية قوية بعيدة الرأسية تعدي خطيرة والهدف جول الوحش النيجيري على طول استلموته تصل هجمة أمامية حلوة سريعة أحمد أمين أوفا لسه أوفا الكابتن أوفا أحمد أوفا والعرضية الجميلة خطيرة والصد حلوة يتألق بشكل ممتاز حارس مرمى حسام صلاح تصل على الشمال للاعبي نادي اس الكامري مهاره وتحضير من فراس عفيه تعدي خطيره تسوبة القرباجيه ولكن تعدي تلعب بره تسوبة قرباجيه واسلام صلاح احمد هذه العاده مره واثنين وثلاثه احتسب في الدوري حتى الان 34 ركله جزاء حتى وقت الهز سقوط لأحمد أمين أوفا في تاني اللقاء لي مع نادي الجديد النادي طبعا هيديها ايه هيشيل مشاهدينا هذا ركلة جزاء لصالح نادي أستنك مثروت أحمد متعب وعصام وحطها جميلة جول هدف التعادل لنادي أستنك كامبري ضربة حرة مباشرة حجاج كرة عالية فوق راسية التحام فضاء حلو تترد متابعة والتصويب حصل علي مرة تانية الرأس من أستري كامل تصل على الأرض مرة تانية محمد مودي عطف الشمال سريعة عماد بيهوب والعرض الخطيرة الله عليك يا ولد ممتاز ارجع والآن حكمنا بصفر بنهاية الشوط الأول والشوط الأول ينتهي مشاهدينا بالتعادل خرج مشاهدينا أربع بطاقات صفراء بطاقتين للمصري بطاقتين للاعب المصري قطعة انطلاقة من القطورة السريعة الخطير في راس والتصويبة ممتاز احمد شوكا يطلع كورته حلوة للامام من القطورة المهارة بقدم حسن علي عاوز يعدي حسن علي ولكن فقد توازنه وقع تترد من اقدام اللاعب عبد العزيز موسى امامية سريعة الشمال لفراس الخطير فراس الرهيب أمامية باصة حلوة والخطر والهجمة والهدف جول الهدف التاني هو اللاعب أحمد أمين أوفا أصبح الآن أبو علي باك شمال في اللقاء النهاردة لمسة استلموته قوية اللمسة الأولى تصل لأحمد حمودي عرضية حلوة الهدف جول الله 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 جول التعادل كورته عالية استلموته الساندا أحمد حمودي حلوة الأموت خطير وتصويب ولكن تعد راحت بعيدة التقدم في لقاء اليوم ولكن حذاري من الهجوم المعاكس لقمري لمسة خطيرة والهدف جول ولكن في تسلم موجود راية وتسلم محمد عنتر عطف الشمال عنتر عاوز يعد عدى فات منتهى الخطورة للنادي المصري عرضية لبرا ولكن تعدي من الجميع تصل الهجمة ناحيه اميكا وعرضيه خطيره تعدي والتصويبه مش ممكن في القائم محمد عنتر وتصويبه ومتابعه من عطبه تانيه عاوز يعد ولكن جت في ايديه فراس عفيه
عالية خطيرة راسية قطرة متابعة هوب المهارة هوب العرضية الخطيرة ولكن ممتاز عصام ثروت يطل قطعوا لعيبي نادي استن كامبني أمامية الهجمة لآية مالك على اليمين قوية فراس صحيفية خطير سريع مهاري منطقة الخطورة والهدف مش ممكن ممتاز ممتاز أشرب في منطقة الخطورة وتصويبة جت في الحيط ومتابعة بلمسة عالية تعدي تلعب بره خلاص 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 اللقاء انتهى خلاص سلامات للاعب نجيرو أستنا موتو دمة. كابتن محمود البنا يطلق صفارة البداية لهذه المباراة المرتقبة والمنتظرة إلى محمد دسوقي انطلاقة من دسوقي من الجهة اليسرى وعرضية ولمسة لمسة لمسة معيلي طبعا عبد الرحمن مجدي حطها حلو قوي عصام صبحي يستلم ويمشي وينطلق من الجهة اليمنى عصام 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 وكورة عرضية في منتهى الخطورة جوه المنطقة لكن يبعدها الدفاع اسلام محارب يلم كورته في منطقة جزائه يعيدها إلى ألان كيان بادي يشتت لكن تتقطع ترجع تاني الكرة إلى مدبولي عرضية مش ممكن لحظة يطلق كابتن محمود البنا صفارة نهاية الشوط الأول أصدقاء المشاهدين تشجيع والمؤازرة والمساندة مستمرة من جمهور الدراويش في استاد والفرص نادرة قوي وشحيحة قوي عبد الرحمن مجدي برجله الشمال تحرك من أحمد مصطفى ضربة جزاء ها هي شرارة الاشتعال كابتن رجب محمد استدعاء عاجل ليه كابتن محمود البنا ادي سيف هو احمد مصطفى سبق للكوره يعني شوف دي رجل احمد الغاء القرار اذا لا توجد ضربه جزاء ترجع الكوره مره تاني نور السيد يردها تاني الامام وادي انفراد هو خالد قمر هو خالد قمر لسه بقول لحضراتكم نزول خالد قمر تحديدا ويبص على دكة البدلاء وخلينا نشوف هيدفع بمين ادي الكرة من السعداوي عالية جوه المنطقة لسه في منطقة الخطورة واسلام يستلم حمد ابراهيم وبيعمل هو الاخر بيجري ثلاث تغييرات ثلاث تبديلات ادي الكرة واول لمسة اول كرة احمد مصطفى يسدد لكن بعيد موريل جان موريل ممكن يبقى له دور اتلعبت الكورة ويبعدها نور السيد يبعدها الدفاع دونجا يردها من جديد عالية تاني الكورة المشتركة وديجو حطها لعبد الرحمن وديجو كمان اكتر كريم طارق استلام من كريم يا ولد يعدي بمنتهى المهارة وادي كوبري كمان مش ممكن كريم فعلا هيدخل في نفق مظلم كرة على الأرض تاني مخلوف يلعبها جميلة جدا استلام مش ممكن يا اسلام في مواجهة اسلام رشدي حطها حلوة لعبد السميع وكرة عالية وخالد النبريس لكن اسلام يلعبها إلى تسوقي واحدة على طول عالية وبصدره خالد النبريس يصلحها ترجع تاني إلى دييجو على الأرض لكن قصيرة وصفارة النهاية بالفعل في هذه اللحظات أصدقاء المشاهدين ثلاث العاشر تحت إدارة تحكيمية للحكم الكابتن أحمد الغندور هنظبط الساعات اللقاء رقم 3 اللي بيجمع ما بين الفريقين في بطولة الدوري وإيه اللي ممكن يقدمه مجموعة اللاعبين ودي أول تسديدة حلوة في القاهرة أدي كرة عرضية ودي رأسية مش ممكن ده في عدى بمهارة كبيرة جدا وعمل محطة هجومية ادي بسيوني عايز يعدي وادي تسديدة حلوة مرة تانية رمضان ربط المرة دي ويطلع حمدي ادي العرضية خطيرة جدا الابعاد وحش وادي تسديدة فرستايمي جميلة من لاكاي لكن ترجع لعبد الله وادي عبد الله ادي عبد الله الهداف البنك الاهلي ودي كرة عرضية خطيرة ولخبطة ودربكة وقرار ايه ركنية تحول البنك الاهلي من الدفاع للهجوم ودي عرضية مرة تانية وراسية ده هو تماما وبالفعل اصدقاء المشاهدين في هذه الاثناء احمد الغندور بيصدر الستار هنشوف ايه الحكاية على بركة الله اصدقائي انطلقت صافرة بداية احداث الشوط الثاني عايز يعدي اسامة عدى وفات ودي كرة عند بسيوني ممكن خطيرة جدا ولكن علي جبرو مرة تانية محمود لبسيوني ناصر استلم حلو وخد اسامة جلال في ظهره وعمل تمريرة 10 على 10 عند يعقوبه ودي كرة عرضية ولكن بذكاء
رمضان صبحي بدأ ياخد الجبهة اليسرى، راح على عدلته وادي صادق وادي الوان سري عند عمر جابر في مكان خطير، لكن اتأخر واتعمل له بلوك اسحاق يعقوبو بيحطها في المساحة حلوة للمتحرك هلال. ادي الخطورة اللي بتكلم عنها يا ولد، عمل ترقيصة جميلة وادي العرضية خطيرة. هل يبقى في تسديدة؟ لا ما فيهاش تسديد من عبد الله السعيد، ما فيش مساحات. ادي كوره متسقطه مره تانيه وراسيه عند ابراهيم عادل، موقف صعب، ترجع لرمضان، هيعمل ايه رمضان؟ ادي ابراهيم وادي الكوره العرضيه وقفت تحت رئه جديده للاعبي البنك الاهلي او لفريق البنك الاهلي. ادي رمضان عايز يعدي، عدى وفات رمضان واحد والتاني ووقف على كورته، وادي تسديده. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، اعمل الشغل ده للصبح. لكن ادي خطأ وادي كورة كبيرة وترقيصة حلوة وممكن جول 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 جول. هدف اول لرمضان، هدف اول لرمضان في الدقيقة 81. خطأ هو اللي صنع الموقف، التسديدات هي تسديدة الهدف. كرة امامية كريم بامبو، كريم حتى جاءت الدقيقة 81. ادي كرة مرة تانية عمر جابر وادي عرضية، لكن اسامة كلاكيت على بيراميدز في لقاء الجولة الثالثة يوم الاحد، هو والنادي المصري في الكونفدرالية. ادي كرة جديدة وفرصة خطيرة لبيراميدز، ولكن التسديدة ضعيفة جدا جدا في رقم 200. احنا قعدنا اول 40 مباراة لكن نستنى نبص نشوف ابراهيم عادل، ابراهيم عادل، لكن ابراهيم عادل ملوش نصيب. وبالفعل بالفعل مشاهدينا كسمت لقاءات الجولة العاشرة والجولة التاسعة الجولة ويطمع في التقدم للامام ويطمع في المزيد. انطلقت المباراة على اليسار الزمالك الابيض الكامل، لما توصل ناحية الشمال الى جوناثان امامية وعلى الارض، استلام من جديد، عمل الوان تو، بيحاول يعدي من المسلوسي، عدى بالفعل، مشي النجم الكاميروني وحطها حلوه جدا عاطف، حطه في ظهره، مشي 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 وانفراد، واول اهداف اللقاء، اول مصطفى البدري حسبها جول محمد حنفي، من الجهه اليمنى وراسيه من سيف الدين الجزيري، لكن تعدي شكيل بيضعه بنفسه بيختاره مع طبعا كابتن احمد عبد المقصود صودا وكابتن ايمن طاهر والجهاز الفني بشكل عام. يعني مصطفى البدري انطلاقه من الجانب الايمن، يلعبها على الارض، احمد رفعت يا ولد ياخدها لنفسه بشكل رائع، لكن يقع في منطقه الجزاء. علاء ومحمد عبد الغني الاثنين متقدمين ومعديين نص الملعب زي ما شفنا في اللقطه اللي فاتت. ادي ناصر ماهر وتمريره مره ثانيه اماميه في الجهه اليمنى الزملكاويه اليسرى لفيوتشر، احمد رفعت يلعبها يبعدها الدفاع لكن تترد مره تاني، الكره الثانيه على حدود المنطقه، ناصر ماهر كان عايز يعمل 1-2، احمد رفعت من البدري والثاني من زيزو اماميه سيف الدين الجزيري وضربه جزاء، يقع سيف الدين الجزيري على الارض كامل تركيزه، احمد سيد زيزو يا ولد يا ولد، ده مش غير الزاويه، ده غير الستايل وغير الاسلوب وغير بتحركاته بنشاطه بتحكمه واستلامه وظاهر بشكل رائع بالفعل لغايه دلوقتي. احمد رفعت يطلق قذيفه من جديد تماما والخالي من الرقابه تماما، تاني ناصر يلعبها بليسنج جزيري، تتلعب طويلة أمامية وشيكا يا ولد ياخدها لنفسه شيكا. لو في إحصائية لإنذارات عبد الشافي، أدي كورة تاني عاطف ماهر، استلام من ناصر يلعبها ناحية الشمال إلى أحمد رفعت ويجري ياخد مكان ناصر جوه المنطقة عالية رأسية، مش ممكن العارضة، أحمد عاطف من جديد لكن العرض مقرب منه، احمد رفعت قرب له احمد رفعت، لكن مصطفى مش ممكن يعدل على الشمال. اشرف بن شرقي يمشي اشرف يلعبها الى شيكا جوه منطقه الجزاء، شيكا بالا يسند لعبد الشافي وكره عاليه سيف يتقمص دور احد مدافعي فيوتشر، وكمان الثلاث دقائق وقت بدل ضايع. وبالفعل كابتن محمد الاحصاءات عن بطاقات عبد الشافي في مسيرته الكروية، وفورا الصديق العزيز احمد عمارة
على طول فورا 21 انذار فقط لمحمد عبد الشافي في مسيرته مع الانديه. مع امام عاشور يحطها في الشمال الى احمد سيد زيزو، يمشي زيزو في مواجهه عمر كمال عبد الشافي وضربه جزاء للزمالك. محمد عبد الشافي التركيزه في مواجهه حمدي والتاني الزملكاوي، التعادل للزمالك. رب حازم واخد مكان لكن تتلعب على حدود منطقه الجزاء. امام عاشور يبحث عن التسديد وسدد بالفعل امام، قلم غلط، عدت الكره من تحت رجله وتاني عاطف. يا ولد يا ولد، قدم العكسيه بالقدم اليمنى اشرف عاليه ومحمود علاء راسيه ماهر ويلعبها بينيه روعه. محمود علاء يقراها لكن سلموها سلموها تاني وانفراد، واحمد عاطف مش ممكن. في تسلل، في اوفسايد الى رؤى ناحيه اليمين. حازم يعدي من جوناثان يلعبها على الارض، اوباما الى حازم وكوره تاني خطيره. يجري ناصر ماهر ياخد مكان، هيغير اللعب احمد رفعت، هيغير اللعب لا لعبها وحطها للصفاقسي مش ممكن. انفراد جديد وكان جنبه امام عاشور لكن اتلعبت لحازم امام ناحيه اليمين، ياخدها يدخل لجوه مره تاني حازم كان عايز يعمل 1-2. اشرف بن شرقي وادي المرور وادي المرور وادي المرور ومحمود حمدي قطع. 50 ثانيه على النهايه، 10-4 في الركنيات. زيزو وراسيه مش ممكن، جول جول، هدف زملكاوي قاتل. صفر بالفعل محمد حنفي وبالفعل هدف محمد عبد الغني، اشرف بن شرقي ومحمد عبد الغني.